بعد ما تعرفنا على القسمة الإقليدية، الآن نتعرف على كيفية إجراء القسمة العشرية. القسمة العشرية عندنا حالتين، يا إما عدد طبيعي على عدد طبيعي أو عدد عشري على عدد طبيعي. لاحظ معي، أنجز القسمة العشرية لي 153 على 8، شكون هنا المقسوم وشكون هو القاسم؟ القاسم 8 والمقسوم. ممتاز. إذن نجري العملية عموديا، المقسوم اللي هو 153 والقاسم 8. نجري العملية كما أجرينا القسمة الإقليدية. شو قلنا نديرو؟ ندي عندي في القاسم رقم، ندي رقم واحد قسم الثمانية. لا أستطيع. نضيف العدد الرقم الذي يليه. 15 قسم الثمانية فيها واحد. واحد في ثمانية ثمانية، الباقي سبعة. ماذا نفعل الآن؟ ننزل الثلاثة. شحال تعطينا؟ فيها تسعة. تسعة في اثنان وسبعون، الباقي واحد. شكلنا قسمة عشرية، هل نواصل أم نكتفي بها؟ نواصل. إذن كيف نواصل؟ كيف نواصل؟ نضع الفاصلة ونضيف الصفر. عشرة قسمة ثمانية واحد. واحد في ثمانية ثمانية، شحال باقي؟ اثنان. هل نضع فاصلة الآن؟ لا، فاصلة توضع مرة واحدة. إذن ماذا نفعل هنا؟ نضيف صفر. عشرين قسمة ثمانية فيها اثنان. اثنان في ثمانية ستة عشر، شحال يعطينا؟ أربعة. هل نواصل؟ نعم، يمكن المواصلة ويمكن التوقف. صحيح؟ نواصل. نروح إذا كان نشوف القسمة تاعي تامة ولا غير تامة. صحيح. شحال يعطينا؟ صفر. شحال هنا؟ خمسة. خمسة في أربعة ثمانية أربعون، والباقي صفر. إذن حاصل القسمة 153 على 8 يعطينا 19.153، قسمة تامة لأن الباقي معدوم بالرغم أن القسمة عشرية. أي نواصل إلى العملية الثانية، 253 على 13، شكون هو المقسوم؟ مقسوم 257 القاسم 13. شحال عندي من رقم؟ رقمين، ندو رقمين. 13 قسمة 25 قسمة 13 فيها واحد. واحد في 13 25 ناقص 13 12. 12 نقسمه؟ لا، إذا راه أصغر منه، ومن المفروض وهي من المفروض يكون أصغر منه. شا ندير الآن؟ ننزل للسبعة. 127 قسمة 13 شحال تعطينا؟ فيها تسعة. تسعة في ثلاثة 27، هاي ونحتفظ بالإثنان. تسعة في واحد تسعة، والإثنان 11. نطرح صفر واحد صفر، إذن الباقي راه عشرة. عشرة كي دايرة بالنسبة ل 13 راهي أصغر. إذن نواصل. علاه؟ قال لك قسمة عشرية، لازم الحاصل يكون عدد طبيعي. شنو قلنا نديرو؟ الفاصلة والصفر. 100 قسمة 13 شحال فيها؟ فيها 8، لأن 9 في 13 تعطينا 117. 8. 8 في 3 24، إذن مشي 8. إذن يعطينا هنا العدد 7. 7 في 3 21، 9. إذن الباقي كم؟ هنا الفرق بيناتهم شحال؟ 9. إذن ماذا نفعل؟ نضيف الصفر. 90 قسمة 13 90 قسمة 13 في 6. 6 في 3 18 7. لو كان ندير 7 7 تعطينا 91. إذن
ممتاز. 90 ناقص 78، سلف واحد ونرجع واحد، شحال عطينا؟ 12. اي شنو ندير الان؟ صفر. 120 قسمت 13 تعطينا 9. 9 في 13 هذه 117 تعطينا 3. نضيف الصفر. 30 قسمت 13 شايا في 2. 25 في 3 تعطينا 39، اذا شحال تعطينا؟ 26، باقي 4. اذا قسمه غير منتهيه، ما نجموش نكملوه. اذا نكتفي بهذه، شحال دينا؟ 4 ارقام بعد الفاصل. ننتقل الى المثال الاخر. لاحظ هنا شدينا دينا من تكون قسمه تامه، مثال من دينا قسمه غير منتهيه، دينا عدد طبيعي على عدد طبيعي، عدد طبيعي على عدد طبيعي. الان كي دايره؟ عدد عشري مع عدد طبيعي، اذا شنو يعطينا؟ 34.5 قسمه 7. اي شنو ندير؟ ماذا نفعل؟ اي لاحظ هنا شنو نديرو؟ عندي 7، وش عندي هنا؟ 3. اذا 3 قسمة 7، لا نستطيع نضيف العدد الذي، ولا عفوا الرقم الذي يلي. 34 قسمة 7 فيها 4. 4 في 28، الفرق بيناتهم كم؟ 8. الفرق بيناتهم 6. هل يمكن المواصلة؟ هل يمكن انزال 5؟ لا. لاحظ هنا هذه الفاصلة، هذه الفاصلة وكأنها حاجز، نزيل الحاجز. هذا الحاجز وين نضعه؟ نضعه هنا، هذه الفاصلة نجيبها هنا. من بعد شندير؟ نهود الخمسة. 65 قسمة 7 فيها 9. 9 في 7 63، شحال الباقي؟ 2. نعاود ندير الفاصلة وندير الصفر؟ لا، صفر مرة واحدة. 20 قسمة 7 فيها 2. 2 في 7 14، الباقي 6. نضيف الصفر. 60 قسمة 7 فيها 8. 8 في 7، لازم نكون حافظ جدول الضرب. 8 في 7 شحال؟ 56، الباقي 4. نضيف الصفر. 4 قسمة 7 5، تعطينا 35، الباقي 5. نضيف الصفر. 50 قسمة 7 فيها 7. 49 1، إذا قسمة غير منتهية. صاي عندنا بقينا بزاف أعداد. صاي إذا دينا 3 أمثلة، هذو هما اللي نصادفوهم.